البنات هاد الكريمه اللي عملنا هانتوما اللي شاطت ليا. عندي ياغورت مسوس، هذا ها هو الكريمي، وغادي نضيفو لهاد هذا ونديرو ها تحليه. حتى حاجه ما تلاح، كل شيء يستعمل. وغي استيس والله القسم الا دابا طاح عليا الفكره. عندي قلبت الثلاجه لقيت فيها هاد ياغورت هذا مسوس، ومع هذاك باش نهرسو داك الحلاوه والحموضه ديال الكريمه. جوج في واحد، نخلط هذا الاول وعاد نشوف الا خصني الثاني نضيف. وحنايا عندنا جوج في واحد، نمزج العناصر ونرجع. نديرو فهاد الكويسات، هي نورمالمون كندير لابوشا دوي داك نجيب الحلواني، الساعة ما فيا ما نبقى قلت اللهم نديرو هكدا وصافي. احنا مع بعضياتنا ما معنا حتى حد براني ياكل ولا لا. دونك غادي نعمر لي غير ربعة. نكمل معاكم، احنا مع بعضياتنا مجمعين تنكملهم. استسمع على الازعاج، المهم باش هادي تساوى لاكوش الفوقانية تساوى. جاوني ربعة قد قد مبهجين صافي. باش ما نصدعكمش غنسويهم نقادهم في هذا في سميتو في الواجهه ديالهم الفوق ديالهم ونرجع معكم. تقولوا شي حاجه تضيع؟ لا لي تضيع، تضيع ما يبغي الا الله لا العبد. الصلاه على النبي ما شاء الله. ها انتم ربعه ما شاء الله على قدنا، الحمد لله والشكر لله. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. يلا ها انتم خرجنا من الكيكه، استعملوا مخرجين دايسير. ايوا شفتوا، وها الكؤوس اللي حصلنا عليهم ديال كريمه الحامض مع ياغورت مسوس. انا غادي نزينهم ان شاء الله غنزينهم بكريمه ديال هذا الكراميل او لا الشوكولاته لا عندكم لا قسم الله. انا غادي نزينهم بكريمه كريم كراميل، واللي بغى يدير الشوكولاتة حتى هي كان بها. من لا شيء خلقنا ديسير، ما كانش كاع في الحسبان نهائيا والله العظيم. انتم شفتوا ما كانش كاع في هذا في البال كاع انني غادي نشيط ليا شويه ونخرج منه هاد لي فيغين هادو، هاد الكؤوس العجيبه الرائعه. يلا خليت لكم راحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساونيش من دعوات الخير، الله يحفظكم ليا كاملين. اخواني اخواتي متتبعين ديالي، كنشكركم بزاف على دعمكم معايا هذا العام كامل، وكنشكركم جزيل الشكر، والله يحفظكم ليا ولهلي خطيكم، واحبكم في الله، احبكم كلكم في الله، ذكور واناث ونساء ورجال، كلكم خوتي وخواتاتي، الله يحفظكم ليا ولهلي خطيكم، والله يفرحكم، واللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه خير الله يحققها له يا ربي.
وشكرا جزيلا على دعمكم لي طول السنة، والله يحفظكم وربي اللي غادي يجازيكم إن شاء الله. وغادي نختم معكم بواحد الدعوة في نهاية، هو اليوم الجمعة آخر يوم في سنة 2021، ونتمنى أدخل عليكم بالصحة والعافية والأمن والآمان، والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ندير معكم واحد دعاء قصير جدا، ونتمنى من الله يستجب لنا ولكم إن شاء الله بإذن الله تعالى، والله يحفظكم لي ولا يخطيكم عليا. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم أسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، وبارك لنا في أعمارنا وصحتنا وأولادنا، وأحسن خاتمتنا، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.